أن أضع الموضوع في إطاره. أنا كوزير فلاحة موجود هنا لمدى أهمية هذه الورشة المتعلقة بالأساس بكيفية التعامل مع الأسمدة في ظل تطور كل ما هو ذكاء اصطناعي. نحن نعالج هذا الموضوع ونتعامل معه في ظل وضع خاص موجود في العالم العربي وفي تونس، خاصة على مستوى كل ما هو انعكاسات تغير المناخ. وبالأساس أود أن أؤكد على الشح المائي الموجود حالياً، ولو أن والحمد لله سجلنا سقوط بعض الأمطار، إلا أن وجب تثمين كل قطرة من هذه المياه، سواء كان على مستوى كل ما هو مياه جرب أو كل ما هو استغلال فلاحي للمياه. نحن إذا تحدثنا عن المياه نتحدث على الأمن الغذائي، سواء كان للعالم العربي أو لتونس بصفة خاصة. وإذا تحدثنا عن المياه وجب التأكيد على المحور الثلاثي المتعلق بالمياه والطاقة والغذاء. وبالتالي الموضوع يتعلق بالأساس بكل ما هو أمن غذائي في ظل الشح المائي، وبالتالي كيفية استغلال كل هذه المياه مع الاقتصاد التام فيها لتوفير كل ما هو أمن غذائي. وبالتالي هذا يجرنا إلى حوكمة استغلال هذه المياه باستغلال كل ما هو ذكاء اصطناعي. وأنا موجود هنا لأؤكد على مدى أهمية الموضوع، وإن شاء الله تكون فيه مخرجات هامة إثر هذه الورشة، والأهم منها كيفية استغلالها على عين الواقع لإعطاء القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد في المياه من ناحية، وتطوير كل ما هي منتجات فلاحية من ناحية أخرى، وذلك في إطار تأمين الأمن الغذائي. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.